كلنا فاكرين ذكرى 30/6 اللي احنا هنحتفل بيها. انا بس عايز افكركم احنا كنا ايه قبل 30/6، حجم الانجازات النهارده اللي حصل بعد 30/6. البلد اتغيرت لاحسن كتير، البلد كانت رايحه في حته وحشه جدا. فاكرين لما كنا بننزل وبنعمل مظاهرات وبنقول يلا عايزين كلكم تنزلوا يا مصريين، ولازم ننزل ونعمل وقفه في شبرا ونعمل من دوران مسيرات لغايه التحرير لغايه الاتحاديه. ذكريات الصراحه انا كل ما بشوفها على الفيسبوك في الميموري كده بتقعد تفكرني بحجم اللي احنا كنا بنعمله، وقد ايه الواحد كان فخور ان هو يقعد يحكي الكلام ده لعياله واولاده بعد كده على اللي احنا عملناه، يعني اللي هم المصريين كلهم عملوه. يعني المصريين عملت حاجه كويسه جدا، وده اكبر رد النهارده لاي حد سعودي نفسه ان نقول ان المصريين جاهزين ينزلوا ويحاربوا كمان. يعني احنا مصريين عمرنا ما هنسيب بلدنا يحصل فيها اي حاجه، وكلنا خلف القياده السياسيه وخلف جيشنا المصري اللي واقف معانا في 30/6 وانقذنا من الهلاك اللي احنا كنا رايحين فيه. حجم الانجازات النهارده اللي احنا بنتكلم عليهم في خلال الخمس ست سنين اللي فاتوا اكيد كلنا شايفينه، من طرق من دوله كبيره. يعني لو اتكلمنا عن سياده دوليه فاحنا النهارده عندنا دوله حقيقيه بتتكلم وبتقشر عن انيابها لما تحب تبقى تقشر عن انيابها، دوله موجوده بقوه في الاقليم كله. لو جينا نتكلم عن حجم المشاريع هنلاقي حجم المشاريع اللي بتتعمل النهارده وتشجيع الاستثمار في الطرق في المباني في كل القطاعات. النهارده مفيش قطاع ما بيتطورش بشكل كبير. لو جينا نتكلم على الاسر الاكثر احتياج اللي احنا كنا بنتكلم دايما الكرامه الانسانيه للمصري، فهنلاقي اتعمل لهم تكافل الكرامه، اتعمل لهم نقل العشوائيات، دايما بيتعمل لهم معاشات تامين، بيتعمل لهم تموين، دايما واخدين بالنا منهم احنا لانهم في حياه كريمه وحياه احسن بكتير. فصراحه يعني شكرا للقياده السياسيه، شكرا للشعب المصري اللي دايما بيثبت قدراته ودايما بنبقى موجودين. ان شاء الله مصر هتبقى احسن واحسن الفتره الجايه. شكرا لكم.